اسعد الله صباحكم، اسعد الله مساءكم حسب التوقيت اللي عم تشوف في هذا الفيديو. اليوم فيديو جديد راح اتكلم فيه عن الهبوط الاخير اللي صار للبيتكوين، وين ممكن يوصل هبوط البيتكوين، وين مناطق الارتداد وهجوم كبير على منصه من قبل هيئه الاوراق الماليه والبورصات. راح اتكلم عن هذا الموضوع بهذا الفيديو. قبل ما نبلش فيديو اصدقائي بتمنى تضغط على زر اللايك وتشترك بالقناه وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقميه. لا تنسى تنضم على التليجرام، الرابط موجود اكيد في وصف الفيديو وفي بانر القناه. خليكم معنا اصدقائي لهذا الفيديو حتى تعرفوا اخر مستجدات الكريبتو من قناه فيوتشر كوين وبيتسي وورد عالم البيتكوين. اول اصدقائي خلينا نبدا بتحليل البيتكوين. عندي انخفاض كبير للبيتكوين بعد كسر الوتب الصاعد على منطقه ال 30000 دولار بعد اول اقفال تحت منطقه ال 30000 دولار. حاليا مواجهه منطقه ال 29000 دولار و 470. حاليا اصدقائي هدفي على البيتكوين هو زياره مناطق ال 29000 دولار، وفي عندي احتماليه كبيره يصير ارتداد لان هي عمليه اعاده اختبار للدعم. بعد ما يتم عمليه اعاده اختبار للدعم اذا كان في اقفال اعلى منطقه ال 29000 دولار فهي هذا الهبوط اللي صار هو هبوط لاستكمال الصعود، وهذا تصحيح الى حد الان، والتصحيح لمنطقة 28000 دولار تصحيح طبيعي جدا جدا، وبتبدا تدخل وبتستثمر بمناطق افضل بكثير من المناطق اللي كانت بمناطق 30000 دولار. حاليا اصدقائي وين توجه البيتكوين؟ عندي زياره منطقة 29000 دولار، اذا تم الارتداد واقفال شمعة اعلى 29000 دولار راح نتوجه مرة ثانية ونرتد لمناطق 30000 دولار، لكن اذا قسمنا واقفلنا تحت 29000 دولار هدفي راح يكون مناطق 28300. بهاي المناطق اشتري من البيتكوين واشتري من اي عملة رقمية بتشوف صاير فيها انخفاض كبير بقلب قوي، لان هاي المناطق قوية جدا للارتداد وممكن يصير عندي ارتداد بسرعة كبيرة مثل الارتداد اللي صار من مناطق ال 27800 لمناطق ال 31000 دولار تقريبا. طبعا عندي هجوم عنيف لاحد المنصات وهي منصة بيتريكس. تم تقديم دعوى قضائية ضد منصة بيتريكس وتم توجيه اتهامات من قبل هيئة الاوراق المالية والبورصات لرئيس التنفيذي السابق لمنصة بيتريكس، والرئيس التنفيذي السابق يدعى بيل شهيرا. هذا الشخص هو رئيس التنفيذي السابق لشركة بيتريكس او منصة بيتريكس، هو اللي ساعد على تنظيم بيتريكس الدولي. تم توجيه العديد من الاتهامات على ان المنصة عم تشتغل بعملات سكيورتي وان المنصة غير مسجلة داخل الولايات المتحدة الامريكية وبتخالف قوانين الكريبتو. هاي الاخبار كلها اصدقائي اثرت على عملة البيتكوين وسبب انخفاض بنسبة 50%. ارتفاع كبير لفوليوم البيتكوين اخر 24 ساعة، تم ارتفاع الفوليوم بنسبة اكثر من 45%، وهذا الارتفاع طبيعي جدا بما انه في عندي حالة هبوط. طبعا بعض الاشخاص بيسالوني ليش ارتفع الفوليوم ما دام البيتكوين في حاله هبوط. كثره الفوليوم لا يعني كثره الشراء، كثره الفوليوم ممكن تكون فوليوم بيعي، يعني عمليات بيع وشراء، يعني اذا انت بتشتري ب 1000 دولار بعمله البيتكوين بنحسب لك فوليوم 1000 دولار، واذا بتبيع ب 1000 دولار بنحسب لك فوليوم 1000 دولار، يعني انت لما بتشتري بالبيتكوين بتبيع بقيمه 1000 دولار بتنحسب لك فوليوم بقيمه 2000 دولار. حاليا ماركت كاب لعمله البيتكوين 570 مليار دولار، واستحواذ البيتكوين بدا بالانخفاض ووصل لمناطق 45.5%، وحاليا استحواذ الاثريوم 19.8%. اصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون اعجبك، لا تنسى تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس وتضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقميه. مع السلامه ودمتم بخير.